المتقاعدون العراقيون بعيدا عن الضوضاء، بعيدا عن الضجيج، يقضون اوقات ممتعه مع سيده الغناء العربي كوكب الشرق في مقهى السيده ام كلثوم. نتمنى لهم التوفيق والازدهار. حياك موفقين ان شاء الله حبيبي. يا انت متقاعد، ايش عندك؟ ايش عندك انت متقاعد؟ ايش نسوي طقطق؟ موفق ان شاء الله حبيب قلبي. اشكرك عيني، هلا بيك. هذه الأمور عائقة.